وكيل حصري في العراق، وكيل شركة ال جي، ونراويكم كل الموديلات مال الثلاجات والاسعار. وعندهم غسالات، بس احنا ثلاجتنا محترقة صارت 3 شهور، ونوينا نشتري ثلاجة من الوكيل الحصري. واحلى رماش وكيل ال جي. احنا هذا النوع اللي اشتريناه. عيون شنو الاسعار اللي عندك مال هذا الحجم؟ انا عندي اسعار كلش حلوة. ايه عندك هاي تيجي، يلا مو بس قول لنا على السعر يعني التقريبي. انا اسعار تبدي من 500,000 وانت صاعد 500 700. هاي بمليون و100، هاي الدبل اكسل. انا اريد تاخذ هاي بس يصرف امبير ونص. باو باو مو ثلاجه ضيم. كبرها صلوات على محمد وعلى محمد. ما 6 عوائل 7 عوائل يشتركون بهاي الثلاجه. اكو نوعيات بعد اغلى بـ1,700,000 1,500,000. كل الانواع موجوده من شركه ال جي الوكيل الحصري في الكراده خارج المسبح. ام المليونين وينها؟ ماكو مليونين بس اكو 1,700,000 1,600,000. لان هاي كلها على الكمبيوتر تشتغل. الثلاجات وكاله ال جي. ندليكم عيوني بالعنوان بالكرادة منطقة المسبح. الوكيل ال جي.